او تقول لي مثلا انت فين، تأب وتغطس وتبقى قدامي حالا. أأب واغطس ليه بس؟ يعني هو انا جاي في الاوتوبيس النهري، هطلع لك من البلاعه، انا جاي بري عادي من الدائري. لما اجي بقى الاقيها ايه قاعده في الضلمه، تهز النجفه، قاعده على الكرسي المذهب الكبير بتاع الصالون، مدياني ظهرها وتأدي بقى اداء مرعب. خش واقفل الباب وراك، الساعة كام في ايدك؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ كل جو الاف بي اي بقى اللي احنا ايه عارفينه ده، يعني كانها بالظبط مسكاني تحري او رجالتها جابوني في شوال. انا راجع البيت بارادتي على فكره يا ماما، اخش طبعا وهقفل الباب ورايا وهطفي النور وهلبس البيجامه وكل حاجه. في ايه؟